ونتابع بقى بشكل سريع اسعار نروح نشوف اسعار العملات. العملات مع اسعار حضراتكم. العملات طبعا لبنك شاشه بنك مصر. ونشوف الدولار بقى اول حاجه على ذكر الكاريكاتير الجميله هاني شمس اللي محتاجين دكتور نفساني. الدولار اخباره ايه النهارده؟ نشوف الدولار. قولوا لنا كده الدولار 15.7 شراء 15.8 بيع، واليورو 16.59 شراء 16.74 بيع، استرليني 19.50 شراء 19.67 بيع. وندخل بقى على احنا بنشوف طبعا على الشاشه كل الاسعار، لكن خلينا نوصل على طول للدينار محمد. عايزين بقى نقف عند الدينار الكويتي ده معلش يا اسماء، لانه دينار الكويتي احنا بنتكلم على اول مره اسمع الرقم ده 49 لانه كان فوق ال 60 وكان حاجه و50 حاجز كان القوه كانوا 63 و50 دلوقتي اول مره اسمع 49 فده كويس قوي. النزول ده يعني مهم. نشوف بقى مع حضراتكم باقي العملات. على اي حال انخفاضات كده كويسه للدولار، وده طبعا بيرتبط بالعملات الاخرى، يعني اي انخفاض بيحصل للدولار بيرتبط بالعملات. ايوه.